طيب التشغيل، كيف التشغيل بيكون برضو فيها فرص؟ التشغيل يهتم في موضوع الأداء في اختلاف الحالات، تمام؟ يعني السيارة وهي واقفة، غير السيارة وهي ماشية، غير السيارة وهي عليها ضغط، غير السيارة اللي تمشي، يعني الحالات تختلف. كل ما الحالة اختلفت، كل ما برودة وأداء المنتج يعني تحت الضغط اللي هو يمر بيه يتغير، شايف؟ ففي الجانب التقني احنا عندنا الاسكيلابيلتي، المنتج اللي بيكون بيتعرض لضغط عالي والمستخدمين بيزيدوا والاستهلاك بيزيد، هذا بيرفع في استهلاك الموارد. كل ما كان المنتج خفيف، كل ما كان استهلاك الموارد أقل، تمام؟ مثال على هذا الشيء بصفحة جوجل مثلا، لو تخش ما في إلا سيرش بوكس بس، ما في أي حاجة، وبالتالي استهلاك الموارد بسيط. ممكن يجي واحد يقول طب يا أخي الصفحة فاضية، ما في شيء، ما في حاجة. والله أعرف هم حاسبينها، والله عندهم ملايين الزوار تفرق معاهم، مو زي وزيك وزي أي أحد عنده صفحة ما يزوروها إلا 10 أو 1000 أو 2000، فاهم؟ مو زي كذا، لا، لما تكون شيء عام وشيء فيه عليه ضغط، يعني زيارات بالملايين، بيحسب حساب الصفحة بحجمها، حتى الصور تضغط لأقل حاجة ممكن.